عندي إلك أخبار بتجنن. ملكة وأخبار بتجنن. هاي شنو رزان؟ الجماعة بلبنان حابين يتعرف عليك عن قرب، وبدهم يعملوا معك ميتينج. صدق والله؟ وين وش وقت؟ ببيروت طبعا، بس أي متى ما بعرف. تمام. شبكة حسيتك مش مبسوطة، صاير شي؟ رزان ممكن تكونين صريحة وياي؟ أنا حياتي عبارة عن صراحة ومبالغ فيها كمان. الأشياء اللي كان خافيها الباشا بالبيت اللي رحنا عليه؟ إيه؟ وش معنى هذا البيت؟ وليش انتي بالذات اللي تعرفين هواية تفاصيل وأشياء عن حياة أبو يزن حتى يزن ما يعرفها؟ والأهم من هذا كله، شنو دليلك على موت أبو يزن؟ هيدا الصح، سلم تمك. من أهم صفات الناس اللي بدها تشتغل معنا الشك، لازم يكون عندهم الشك بكل شيء، بس هيك فيهم يأمنوا حالهم منيح. رزان جاوبيني على أسئلتي. طبعا يا عيون رزان. انت بالنسبة للبيت، فهيدا البيت له خصوصية عند أبو يزن، ما بعرف ليه، بس مرة أثناء حديثه مع يزن هيك زلت لسان إنه عنده مكان بيحمل كل أسراره وأسرار اللي بيشتغل معهم. أما ليه أنا بالذات، فسوري منك، هذا السؤال مش كتير ذكي، مع احترامي لألك شمم. أبو يزن كان كله نظر، بيقدر الست الذكية والحلوة، وبالنسبة للدليل ما فهمت شو قصدك بالدليل. وشنو اللي مخليش متأكدة من موت أبو يزن؟ ليه أنت عندك شك بالموضوع؟ لا، بس يزن كل ما كنت أسأله هذا السؤال كان يتهرب منه، فهذا الشيء حسسني أكو شيء خافي عني. أنا الأخبار اللي بتوصلني من بيروت باخدها على محمل الثقة، لأنه الجماعة شغلهم كتير دقيق، وكل خطوة بينحسب لها ألف حساب.